آخر الإخوان والأخوات. مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات. في إطار التتبع ديالنا للمشاكل والهموم التي يعيشها الشعب المغربي مع هذه الحكومة في إطار التهميش والتفقير والتجويع الذي تنهجه هذه الحكومة، بما أن الحكومة المحترمة والبرلمان المحترم في عطلة، البرلمان حتى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، كذلك الحكومة المحترمة شادة كونجي. السؤال المطروح، لمن نشتكي هموم؟ لمن غادي نشتكي الهموم والمآسي ديالنا اللي كنعيشوها؟ أنتم تعلمون أننا بلاد الحمد لله اللي تخسرت فيه الملايير على المخطط الأسود، ولم نحقق الاكتفاء الذاتي في التغذية، ولا كنا نعيب على جيراننا أننا كتصوروا مع الدلاح. تدابا حنا الحمد لله قريبا الطبقة المتوسطة كلها غادي تبقى تصور مع الدلاح ومع الديسير ومع اللحم ومع الدجاج. دابا أنا السؤال اللي ما بغاش يدخل لي في الدين ديالي في دماغي، دابا في هاد العطلة لمن نشتكي همومنا؟ دابا هاد الدجاج دابا داير 28 درهم، دابا مسكين اللي بغا يشري فروج خصو 70 درهم، هو خدام 60 درهم. شكون اللي غيخرج يطلع علينا؟ واش عاود حتى هو كتصيفطو لموريتانيا؟ كتقولوا لنا الصاد، الأعوام الأخرى ما كاين الصاد. الضيعات اللي فيها الدجاج راه فيها الكليماتيزورات وفيها التبريد، دابا كتوهمونا بالمسائل الخاوية. دابا الدجاج شنو واقع له؟ واش هناك سياسة باش تبقى أن الشعب المغربي الفقير اللي كيصوت داك المدمر داك الضحية ديال تعاقب الحكومة ما يبقاش ياكل لحم والدجاج؟ وتا الخطنية غالية دابا والزيت غالية، بنادم إلا بغا يدير غير البيصارة دابا الزيت غالية، شنو غياكل دابا؟ الما كتقولوا ما كاينش، ياكل الربيع ما كاينش، التبن شنو غادي ياكل هاد المواطن المغربي؟ دابا السؤال اللي ما بغاش يدخل لي في دماغي، لمن نشتكي هموم البيتاس اللي كان كيتشدق علينا؟ راه كونجي دابا شوف شنو البلاصه، راه داك الطباله ديال الحكومات والاحزاب راهم معطين هما المغرب، ولا يستحيلوا العيش فيه دابا، ولا السردين دابا حتى هو قريب يولي 30 درهم، دابا السردين 30 درهم، الدجاج 120 درهم، العجل 120 درهم، الغلمي 150 درهم. المصيبه اللي ضربت الشعب المغربي اللي هي هذه الحكومه، يمكن الشعب المغربي راه داير شي زله ولا داير شي ذنب كبير مع الله، لان الله ارسل له هذه الحكومه باش تنتقم منه. ارسل الله وزير الفلاحه، الشعب كله كيقول لا، هو كيقول اه، يقول ان الامور. ارسل له بيتاس، الشعب كله يشتكي، هو كيقول عام زين. ارسل الله بعض البرلمانيين تابعين للحزب الحاكم يطبلوا. انا اليوم ما صرت ما نقول، سالوني الكلمات، الهضرات سالت لي، ما بقيت عارف شنو نقول. ما يستحيل العيش مع العيش ديال المسكين يعيشوا فضل هاد الحكومه البائسه وفضل هاد المصائب الكحله. شنو دابا حنا حطمنا الرقم كيهضروا لنا على السياحه؟ دابا مؤخرا الى جا شي واحد من الجاليه المغرب كينتقموا منه. هو واحد لاح واحد الفيديو في السعوديه قال لك تبسيط ديال السكسو ب 360 درهم. واخنوش كاين فعلا اخنوش، ولكن اخنوشات بزاف الشعب المغربي ولا تقريبا في اخنوشات بزاف. جيتي بغيتي دابا تمشي للشمال خصك مصيبه، بغيتي تمشي للجنوب مصيب تاين، بغيتي تمشي تفوج على راسك. دابا احسن حاجه دايرينها الطبقه الفقيره والمدمره هي جالسين في ديورهم. فين تمشي مع هاد المصيبه وهاد الغلاء اللحم الثمن والدجاج؟ واش شي واحد يخرج ويطلع علينا ويهضر معانا؟
واش هاد الحكومه كتمثل المغاربه ولا كتمثل شي دوله اخرى ولا كتمثل ولا كتمثل واحد اسبانيا ولات المعيشه اسبانيا الاخ ياسر اسبانيا ولا البرتغال ولا اليونان هادوك دابا هادوك ناقصهم حاجه هادوك ناقصهم انهم يشهدوا ويدخلوا للجنه باش حنا بحال هاد اخنوشات واللي بحال اخنوشات يدخلوا لجهنم اخنوش اعني به ان كل واحد كيزيد على خوه المسلم كل واحد كيستغل الضعف ديالو كل واحد كيستغل الضعف السياسي والاقتصادي كنسميه انا اخنوش اما هادوك الناس الا مشاو شهدوا راه يدخلوا للجنه باش